نظمت مديرية أمن القاهرة معرضا لمضبوطات الإدارة العامة للمباحث قطاع الجنوب لعرض أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الخمسة أشهر الماضية، وتضمنت القضايا ضبط أكثر من 2000 قضية جنائية ونحو 1500 من قضايا المخدرات. كان عندنا توجيه ان احنا نشتغل على كافه القضايا السرقات المجهوله، وايضا على التواجد الامني في الشارع لضبط حالات التلبس، وفي نفس الوقت تنفيذ الاحكام القضائيه والقيام بحملات تموينيه. اسفرت جهود الساده الضباط مباحث قطاع الجنوب عن ضبط العديد من القضايا. كان من اهم هذه القضايا ان احنا ضبطنا 43 تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن والمتاجر وارتكاب وقائع الخطف والسرقات بالإكراه، وتم ضبط أكثر من 192 حالة تلبس من خلال المرورات اللي تمت في المناطق الخاصة بدوائر الأقسام، وأيضا تم تنفيذ حوالي 2154 حكم جناية، كما تم تحصيل مبالغ نقدية غرامات حوالي 5,900,000 جنيه، أيضا تم تنفيذ حوالي 174 أمر ضبط وإحضار صادر من النيابات المختلفة، كما تم ضبط حوالي 13 مسجون هارب من السجون، بالإضافة إلى أن القضايا التموينية كانت في هذه الحملة لها الباع الأكبر، أيضا اتضبط أكثر من 208 قضية تموينية بمختلف صورها. أيضا كان هناك توجيه بالنسبة لضبط الحالات المرورية اللي في الشارع والعربيات اللي بتمشي عكس الاتجاه والمخالفة، وكان في تواجد أمني مكثف في هذه القضايا في الشارع.